سؤال كمان قبل ما نختم. طب ايه اللي انت عايزه بقى اللي جت ايدك عليه؟ انت بتنقي. طب استنى استنى. طب قول لي السؤال وما تجاوبش عليه. لا هجاوب عليه. يلا عليه. ما تجاوبش عليه ليه؟ يلا. انا ما عنديش غضاضه. بس هو اصل السؤال يعني خد بالك انا زمايلي في الاعداد بيتكلموا الاسئله دي فانا بس بسمعها منك لاول مره. مفيش مشكله. انا خد بالك انا ما عنديش مشكله في الاجابتين وهقولهم الاثنين. طيب قولي الاول. احساسك كان ايه لما سجلت جون في الزمالك؟ انا بكيت وزعلت جدا مع الاتصالات. طبعا. يعني وكانت الموضوع باين والناس شافته يعني. فيريرا احسن ولا جوزيه؟ الله. عشان كده انا سبته. بص اقول لك على حاجه. في فرق كبير قوي 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 في المناخ اللي اشتغل فيه جوزيه المناخ اللي شغال فيه فيريرا دلوقتي. في فرق بين ان انا بطلب لبن العصفور بيجيلي وفي فرق بين ان انا بصنع لبن العصفور اصلا. ده الاختلاف. وصلت ولا اكمل؟ لا كمل. لسه ما فهمتش. يعني انا ما عرفتش مين اللي كويس دلوقتي مين اللي احسن. طيب سهل جدا عليك. ان انت لما تلاقي لابتوب قدامك تليفونك قدامك النت شغال معاك 100% تقصد ان فيريرا افضل عشان اشتغل في ظروف اصعب من اللي اشتغل فيها جوزيه. بس كده. هو ده اللي انا فهمته. بس كده. لازم تخلينا لو صح انت بتخلع انت عشان الله افسر. بس انت قلت انا قلت كل حاجه بس هو ما هو اصل اللي بيفهم بيميز. انا كلامي واضح. انت في فرق كبير جدا بقولك ان انت تصنع. بس انا عايز اقول لك حاجه. اتفضل. مش يعني ده يعني جوزيه مدرب كبير. مش بس كده. انا فاكر جوزيه تحديدا في المرحله الثانيه مع النادي الاهلي الجاهه بعد المرحله بتاعه 2004. لو تفتكر الزمالك وقتها كان مكسر الدنيا والاهلي كان في اسوا احواله. فوقتها هو استلم الفريق ربما في ظروف اصعب بكتير من اللي فيها الزمالك. يعني كان مستلم الاهلي يعني شبه منهار. بس انت جبت له كل حاجه. انت بص انت كان عندك امكانيات ماديه. كان عندك شركه راعيه سخيه جدا معاك. كنت بتشتري اي لعيب في مصر زي ما انت عايز. بقيه الانديه شبه مفلسه. واضح. كلامي يعني مثلا هو ينفع يبقى انت زي ما انت بتقول مثلا الزمالك كان 4 سنين ورا بعض بياخد كل البطولات. ونادي الزمالك السبونسر بتاعه 20 مليون والخصم اللي ما بياخدش بطولات 120 مليون. طيب بغض النظر بقى عن الظروف دي والظروف دي. لو كان اتيح ليك في نفس التوقيت جوزيه وفريرا بعيد عن الاهلي والزمالك تحب تتدرب مع مين اكتر؟ لا انا ما جربتش فريرا في التمرين. بس شفت جوزيه. انا جوزيه طلب. وكلمني شخصيا. ما